الابن ديالي نقول لك بكل صراحة، أنا حريص كل الحرص لأنه كمل دراسة العليا ديالو. هو كيعرف أنا حلمي، لأننا ما استطعش أنا كان هذا حلمي لم يتحقق، على الأقل يتحقق في الابن ديالي. والحمد لله عنده الإمكانية باش يحقق هذا الحلم هذا. ومن بعد الأشياء هي اللي كتفرض نفسها. إذا كان مكتب لي أنه يمشي لهذا المجال، ماشي انا ماشي داك البوز اللي تخلق هو اللي غادي يغير المسار ديالو. ما عرفتش غير شي حاجه الله اعلم، ولكن بالنسبه لي الهاجس ديالي انا حاليا هو يكمل الدراسه ديالو الحمد لله. والان الماستر في الابداع الفني والتنشيط الثقافي بقى كيدور حتى جا قرب. رغم انني كنت واحد الوقيته يعني كنت صارم معاه ودفعته باش ما يمشيش في الاتجاه هذا، رغم انه من الصغار ديالو كان موهوب الحمد لله في التمثيل وفي هادشي ديال المسرح وهذا، ولكن انا ما بغيتوش لانه انا قصيت وعانيت في هذا المجال. المجال شويه في المغرب شويه صعيب، في المغرب صعيب، وما نبغيش انا الجانب النفسي فيه، بالاخص الجانب النفسي فيه نوع من المعاناه وما نبغيش انا يمر منها. على الاقل يكمل الدراسه ديالو ديك الساعه، لما كتب لي مشي لهذا المجال يمشي.